والله ثم والله لا أعرف رجلا أصابه كرب، وقد جاءني أقوام لا أحصيهم كثرة، وكثيرا ما كان إذا جاءني الرجل وجدت شيء يصعب حلها أقول له ما لك إلا أن تشتكي إلى الله، ويا ليتك تأخذ عمرة وتشتكي فيها إلى ربك. أقسم بالله العظيم إن بعض الأمور كان أهلها لا يظنون أنها تفرج، أنها فرجت لهم من حيث لا يحتسبون، ولا أعرف واحدا منهم إلا جاءني وبشرني أن حاجته قضيت، وأنه همه فرج، وأن كربه زال. رجل كان بين والده ووالدي ود رحمهم الله جميعا، وجاءني في شأن بنته، تزوجها رجل وأيضا من أهل ود والدنا، فشاء الله أن هذا الولد الابن كان يضرب هذه البنت ويؤذيها، يؤذيها أذى شديدا، فجاءني من أجل أن أتدخل في هذا الأمر، وقد تدخل فيه غيري، وخشيت أن يفسد الود الذي بيني وبين الطرف الثاني. فقلت له أنت بالخيار بين أمرين، أنت دخلت عليه وسألتني، إما أن أدخل في أمرك أو أفعل لك ما هو خير من دخولي في أمرك. قال ما هو خير، ما هو الخير من دخولك في أمري؟ قلت أن أدلك على شيء أرجو من الله أنك ما تخيب إذا فعلته. قال ما هو؟ قلت الرجل كان يضرب البنت، وقل أن يمر يوم أو يومين أو ثلاثة إلا وهو يضربها، ورجل من أفاضل الناس، ورجل له مكانته، فشاء الله عز وجل. قلت له اذهب واشتكي إلى ربك، اسأله أن يهدي زوجها وأن يصلح ذات بينهم. قال هذا الذي تقول؟ قلت هذا خير من أن أدخل، أنا عبد ضعيف، وإذا جاء الرجل واستحيا مني وكذا هذا لا يفيد، أهم شيء أن تسأل الله فيصلح لك الحال. خرج الرجل مع زوجته، وشاء الله كما هو الغالب أن ليلة الجمعة تكون هي ليلة، كان في القديم الإجازة يوم الجمعة فقط، فذهب ليلة الجمعة، كانت الطائرة من المدينة في طائرة قبل الفجر، ووافق أنه في السحر سحر الجمعة، نزلوا في فندق بجوار الحرم المكي، قال لي فندق أمام باب المدينة، ذكره لي قريبا من الحرم. قال أول ما جئنا وضعنا أغراضنا في الفندق، ثم نزلنا والرجل في كرب، لأنه ابن شيخ له مكانة في قبيلته ومكانته، وتعب جدا. تعرفون أن الإنسان لما تكون بنته تضرب هذا شيء كبير جدا وتكرر، فشاء الله عز وجل أنه نزل وطاف وسعى، ثم مع زوجته اللي هي أم البنت، وفي القديم ما كان في جوالات، فلما انتهى من العمرة صلى الفجر، ثم انشرح صدره أن يبقى يذكر، لأن هذه لذة العبادة، أن الله إذا أنست به لا تمل، فمع أنه جاء من سفر وكذا يقول انشرح صدري أن أجلس حتى إلى الإشراق. فلما قدمت على الفندق معي أم الزوجة، يقول إذا بموظف الاستقبال الذي في أسفل الفندق يصيح يقول تعال أنت فلان؟ قال نعم. هو لما نزل اتصل على بنته في المدينة، البنت الثانية، وقال هذا رقمنا في الفندق، إن احتجتم شيئا تتصلون علينا، على عادة الإنسان في تفقده لأهله. فشاء الله عز وجل يقول أول ما دخلت إذا به يصرخ أنت فلان؟ قال نعم. خير إن شاء الله. قال في امرأة أزعجتنا، فيقول أخذني ما أقبل وما أدبر، لأنه ترك البنت في البيت فخاف أنها ابنته التي في المدينة، فاتصل عليها، اتصل على ابنته فقال لها أنت اتصلت بالفندق؟ قالت لا أنا ما اتصلت، لكن أعطيت رقمك لفلانة التي هي بنتها المزوجة من الرجل الذي يضربها. قال فأصلا هو في همها وغمها، فقال اتصل على أساس أنه يمكن يجد شكوى جديدة بضرب جديد.
فإذا به أقسم بالله العظيم الرجل يعني قرابة 50 يحكي لي هذه الحادثة، يقول فلما اتصلت إذا بابنتي تقول يا أبتاه هل أنا في حلم أو في علم؟ ماني مصدقة. قال لا إيش فيك يا ابنتي؟ قالت يا أبتي ماني مصدقة. قالت خير إن شاء الله. قال دخل علي فلان اللي هو زوجها الذي كان يضربها قبل أذان الفجر يبكي ويقول أنت خير مني، أنت أفضل مني، أنت ما تستحق، أنا ما أستحقك، كذا كذا، آذيتك سامحيني، كذا كذا. وهو رجل لي مكانه، رجل قوي، ما هو بجل ما عنده تنازل نقول هذا الكلام تكلفا أو تصنعا. يقول ويبكي وإلى الآن لا يزال هو يبكي يقول سامحيني سامحيني، لأن مقلب القلوب قلبها، لأنه اشتكى إلى ربه وربها، لأنه فزع إلى الله. فما من إنسان يصيبه هم ولا غم في دينه ولا دنياه ويضرع إلى ربه إلا وجد الله توابا رحيما ووجد ربه جوادا كريما. أما هذا كله فغيظ من فيض وقليل من كثير. رجل ابتلي بالمس وأوذي به، وكان شابا من خير طلبة العلم وتعب جدا، وجاءني واشتكى قال يا شيخ ما بقي إلا سنة وأتخرج وقد عذبني هذا. قلت يا أخي ماذا أصنع لك غير أن أقول لك اذهب إلى ربك واشتكي، ولكن أخرج بقلب موقن بالله جل جلاله، مؤمن بالله، موحد كمال التوحيد، صادقا مع ربك. فخرج واعتمر فحدثني وقال والله إني لأصلي ركعتي الطواف عند المقام في سحر الجمعة. قال كنت أقول له إذا أردت الفرج، وهذا أمر مهم جدا، افعل ما قاله عليه الصلاة والسلام أن تكون بدرجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. أنت الآن اشتكيت لي وأنك أذيت في دينك وأذيت في فكرك وأذيت في كل شيء من شأنك وأمرك، هذا الكلام الذي تقوله لي وأنا عبد ضعيف لا أملك لك نفعا ولا ضرا، قل هو أنت بين يدي الله، إذا صليت، إذا طفت، إذا سعيت، تدعو الله بالصدق ويقين. قال فسألت الله وأنا في التشهد ركعتي الطواف، يقول فأحسست بجميع الكروب التي أصابتني، فبثثت إلى الله همي وغمي وحزني واشتكيت إليه. قال فإذا بي في فجأة أحس بحرارة عجيبة في فخذي، فكانت آخر عهده بالبلاء. هذا ملك الملوك من التوحيد. إن معي ربي، كلا إن معي ربي سيهدين. إذا قال الله شيئا فصدق، وإذا علمك الله شيئا فحقق، لا تحسب أن الأمر سدى. إذا قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه فهو كافيك. وإذا أنزلت حاجتك بالله موقنا أن الله يفرجها عنك سيفرجها. قل أن تجد أحدا يقصد هذا البيت. تأمل قول الله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. تأمل معها قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا كانت الأموال تقيم أمور الدنيا، فإن الله جعل في توحيده وقصده عند بيته وإرادة وجهه خير الدنيا والآخرة. لكن بالإيمان، باليقين، صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وكان أحد طلبة العلم ابتلي بشيء في طهارته، شيء يفوق العقل، يمكث ما لا يقل عن 4 ساعات في بعض الأحيان، صلاة الفجر لا يصليها إلا قريبا من الظهر من شدة ما هو فيه. وسألني عن المسائل وأكثر، ثم جاءني يوم من الأيام وقال، وهو شيخ يعني كان أيامها يعني يعتبر من المشايخ، فقال لي يا شيخ محمد تعبت حتى إني أستحي من كثرة سؤالك. وقلت يا أخي لا تستحي، أنت تسأل وواجب علي أن أجيبك، ها
هذا ليس لي في منة، عندي علم فيما تقوله أجبتك، لكن ما دمت لأن خفت عليه أنه والعياذ بالله ينفرد به الوسواس ثم يضيع على أمر دينه، فقلت أولا أدلك على ما يجعل الله فيه الفرج لك إن شاء الله. قال على يديك. فقلت له اعتمر واشتكي إلى ربك وكن على يقين أن الله لا يعجزه شيء. المشكلة أن الناس تدعو والعياذ بالله بضعف اليقين، ينظر إلى المرض وكأن المرض كل شيء، وأنه والعياذ بالله كأنه معجز، ولا يعلم أن الذي يشفي هو الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه، وأنه ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فشاء الله سبحانه وتعالى أنه اعتمر. قال فكنت قبل أن أصل إلى مكة في هم وغم لا يعلم به إلا الله، وحصل عندي نوع من نفس التردد والشكوك. يقول فلما أقبلت على البيت انشرح صدري انشراحا عجيبا، فسرت أطوف وأدعو الله، أطوف وأستصرخ وأناجي وأشتكي. قال لما بدأت الشوط السابع وقلت الله أكبر أحسست بشيء كالرعشة في جسدي، ثم برود وارتياح عجيب، هذا قبل صلاة الفجر. قال فأتممت العمرة ثم ذهب ليتطهر. قال ما أخذت تقريبا دقيقة واحدة في قضاء حاجتي، كل شيء انتهى، انتهى تماما. أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها، أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها، من الذي خلق، من الذي يدبر الأمر، من الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الله جل جلاله. فيا لها من نعمة ومنة كريمة من الله سبحانه وتعالى، إذا أحيا قلب عبده المؤمن وهو معتمر أن يستشعر أنه في هذه الرحلة المباركة في طاعة الله ومحبة الله يخوض فيها في غمار رحمة الله عز وجل.